حامد، هذا الاستهداف ضمن سلسلة العدوان والحرب على المستشفيات التي ابتدأت بمستشفى الشفاء مروراً بكمال عدوان والإندونيسي وناصر والأوروبي وكل المستشفيات في قطاع غزة. قبل نصف ساعة إلى ساعة من هذه اللحظات قتلت قذيفة إسرائيلية لم تنفجر طفلة يعني مبتورة القدمين، نجت من قصف إسرائيلي سابق لمنزل عائلتها وقتلت عائلتها. اليوم هذا القصف يقتلها ويلحقها بعائلتها ضمن قتل متسلسل للفلسطيني في قطاع غزة. هذه الطفلة مبتورة القدمين كانت تتواجد في قسم الولادة موجودة في مستشفى مبارك، وهي ضمن مجمع ناصر الطبي. هذا المكان هو الأكثر اكتظاظاً في مجمع ناصر الطبي، ممتلئ عن آخره بالنساء والأطفال والمراجعين، ويمتلئ بالنازحين أيضا الذين يؤمون المستشفى بعشرات الآلاف الذين هربوا من هول القصف واعتقدوا أن المستشفى سيكون ملاذ آمن من هذا القصف المدفعي والجوي المكثف لمدينة خان يونس منذ على الأقل أسبوعين. نتحدث عن دمار وخراب خلفته هذه القذيفة واستشهاد هذه الطفلة مع 5 آخرين أصيبوا ونقلوا أيضا إلى أقسام المتابعة في مستشفى ناصر الطبي. هذا الاستهداف هو الثاني خلال اليومين الماضيين. يوم أمس أيضا قذيفة إسرائيلية سقطت ما بين خيام النازحين وهم نيام في ساعة متأخرة من الليل، ولكنها أيضا لم تنفجر. لولا لطف الله لحدثت مجزرة في الحادثتين في مستشفى مبارك وأيضا في القذيفة التي سقطت ما بين خيام النازحين. استهدافات مباشرة، الناس هنا قلقة وروعت أمام هذا الاستهداف الثاني، ويعني لربما الآن شعرت بأن هذا المكان أيضا لم يعد آمنا، وهذا المكان أيضا استهدف في محيطه عشرات المنازل واستشهد عشرات بل مئات الشهداء في استهدافات وغارات قاتلة على منازل لمواطنين هنا في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس التي يدعي الاحتلال منذ أسبوع على الأقل أنها آمنة أمام النازحين الذين يريد أن يجعلهم ينزحون قسرا من المناطق الشرقية ومناطق وسط مدينة خان يونس إلى المناطق الغربية ومدينة رفح جنوب القطاع، لكنه يستهدف كل هذه الأماكن بغارات سواء على المنازل وتجمعات المواطنين، ما أدى لمجازر مختلفة. المستشفيات التي تعاني أصلا من قلة المستلزمات الطبية ونقص الوقود وأيضا يعني إجهاد الكادر الطبي وعدم وجود أسرة وأوضاع صحية صعبة وضغط شديد من أعداد الجرحى الكبيرة، لكنها أيضا الآن تستهدف وتحت دائرة الخطر أمام قذائف المدفعية وحتى صواريخ الطيران الحربي الإسرائيلي.